السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنحل موديل اكزام نمبر 2 من امتحانات كتاب المعاصر اللي موجودة في آخر الاكسرسايز بوك، وزي ما اتفقنا كتابك وقلمك ولايك للفيديو، ويلا بينا نبدأ. لو مش معاك الكتاب هسيب لك الكتاب او الامتحانات دي في صندوق الوصف الفيديو، تقدر تطبعها وتيجي تحل معانا. موديل اكزام نمبر 2، choose a correct answer. Number one, the input energy when using hair dryer is what energy? تاني بيسألك عن input energy، يعني الطاقة اللي داخلة جوه الجهاز، جوه ايه يا ميس؟ جوه السشوار بتاع الشعر، ايه الطاقة اللي داخله له؟ electrical كهرباء، potential طاقة وضع، kinetic حركة، thermal يعني حرارة. ها ايه الطاقة اللي داخلة جوه السشوار؟ برافو عليكم، electrical energy. لما اجي اشغل الاستشوار لازم اشغل الكهرباء، لازم احط الفيشه في الكهرباء. Number 2, water flow through turbines in them to generate what energy. ها ايه رايك؟ السد، مش السد ده بيبقى فيه ميه عماله تنزل كده وتتحرك؟ ماشي، الحركه بتاعت الميه دي generate يعني بتولد طاقه ايه؟ الحركه بتاعت الميه بتدينا ايه؟ electrical كهرباء، potential طاقة وضع، solar طاقة شمسية، light ضوء. برافو عليكم، حركة المية بتولد لنا electrical energy، احنا بنولد الطاقة من حركة المية جوه التربينز. اوكي، number 3, fossil fuels need what to be formed under the earth's surface. الوقود الحفري بيحتاج قد ايه عشان يقدر يتكون تحت سطح الارض؟ 5 years خمس سنين، 10 years عشر سنين، hundreds of years مئات السنين، millions of years. برافو عليكم، تحتاج ملايين السنين، هختار دي، millions of years. Number 4, if the angle of inclination of the road increase, the kinetic energy of object moving downward on it will what. تاني كده بالراحة بيقول لك لو الزاوية بتاعت الميل بتاعت الطريق increase. تاني angle of inclination يعني الزاوية بتاعت الانحدار بتاع الطريق، يعني ممكن طريق ماشي كده عادي، في طريق تاني ممكن يكون منحدر كده، في طريق تاني يكون منحدر جامد. بيقولك كل لما الزاوية بتاعت الانحدار دي بتزيد، ايه اللي بيحصل لطاقة الحركة بتاعت الأجسام اللي فوقيها؟ يعني لو أنا عندي هنا كورة حطيتها وسبتها على الطريق ده، وهنا كورة وهنا كورة، أنهي فيهم اللي طاقة حركته بيحصل لها إيه لو الميل ده زاد؟ يعني لو الميل ده زاد طاقة الحركة بيحصل لها إيه؟ بتزيد طبعا، يبقى هختار إيه؟ decrease يعني يقل، ولا increase يزيد، ولا remain as it is يفضل ثابت زي ما هو، be destroyed يعني بيتدمر بيضيع. تاني خلينا نتفق على حاجة، شايفين الكلمة اللي بتبدأ بحرف الآي increase، شايفين العصاية الطويلة دي؟ increase دي يعني يزيد. تعال نقرا السؤال، كل لما زاوية الميل بتزيد يبقى السرعة لازم يحصل لها ايه؟ increase ولا decrease؟ برافو عليكم، السرعة لازم تزيد يعني increase. Number 5, the steps of forming fossil fuels don't include what of remains of living organisms. يقول لك خطوات التكون بتاعة الوقود الحفري don't include، لا تتضمن ايه؟ يعني مش جواها ايه؟ decaying يعني تحلل، burning يعني الحاجة بتدفن، cooling تبريد، heating يعني حرارة. احنا اتفقنا ان الفوسيل فيولز دي بتبقى عبارة عن ايه؟ ان في كائنات بتبقى موجودة على سطح الارض، الكائنات دي بتموت وبتتحلل وبتتدفن، وبعامل الضغط والحرارة بتتحول لفوسيل فيولز. هل المراحل اللي انا قلتها دي فيها تبريد؟ لا طبعا، يبقى ال steps of forming fossil fuels don't include، لا تتضمن ال cooling. Next question, complete اكمل. The point energy change into point energy when Newton cradle ball move towards the rest of balls. تاني بيسألني على مين يا ميس؟ عن نيوتن كرادل بول، فاكرينها هي ايه؟
برافو عليكم. أنا بمسك الكرة الأولانية وأرفعها لفوق، بتخزن جواها potential energy، وبعدين ببدأ أسيبها بتبدأ تخبط في بقية الكور وتحولها لطاقة حركية. الكور الباقية دي كلها بتتحرك. نرجع بقى للسؤال بتاعنا. يبقى هنا الـ potential energy change into kinetic energy لما الكرة بتبدأ تتحرك ناحية الكور الثابتة. يبقى الـ potential energy هكتب هنا في الـ space potential energy change into kinetic energy يعني طاقة الحركة. اوكي number 2. Both what and what are used to grind the grains to make flour hundreds of years ago, but now we use them to generate what. زمان انا كنت بستخدم الالات دي ان انا اطحن الحبوب، ودلوقتي ممكن استخدم الويند ميلز اللي هي الطواحين اللي الهواء بيحركها، او الووتر ميلز الطواحين اللي الميه بتقدر تتحركها عشان اولد الكهرباء. هرجع تاني للسؤال بتاعي. Both wind mills اللي بتتحرك بالويند بالرياح، هكتب هنا wind mills and water mills الطواحين اللي بتتحرك بحركة المية used to generate what بتخلينا ننتج عنها ايه، او بتخلق انهي نوع من انواع الطاقة، بتطلع طاقة كهربائية او electricity. Number 3. In any energy chain, some energy is lost in form of what? في طاقة مفقودة أو مش مفقودة، يعني طاقة بتبقى موجودة إحنا مش محتاجينها. يعني لو أنا عندي لمبة أنا بدخل لها الكهرباء واللمبة دي بتطلع لي نور، مش لما بمسك اللمبة دي بلاقيها سخنة، هل أنا عاوزة أو محتاجة السخونية بتاعت اللمبة دي؟ لا طبعا. فهو هنا بيقول لك جزء من الطاقة بتبقى مهدرة على شكل حرارة، يبقى in form of heat. Next question number 4. Wood and what are example of biofuel, while point and point are example of fossil fuels. احنا اتفقنا ان البايوفيول دي بتيجي من الكائنات الحية او النباتات اللي بتبقى مزروعة. اوكي يبقى البايوفيول من الحاجات اللي بتبقى مزروعة زي ايه؟ زي الوود. ممكن كمان اكتب grass، ولو حد جاوب وقال لي كورن برضو صح. ده الأمثلة بتاعت البايو فيول. لكن ايه الاكزامبل بتاع الفوسل فيولز؟ الفوسل فيولز دي بتيجي من البقايا بتاعت الكائنات الحية اللي بتبقى عايشة على سطح الأرض لمليون السنين، يعني من سنين كتير جدا بقايا الكائنات الحية العايشة بتتحول لإيه وإيه؟ بتتحول لناتشرال جاز أو أويل أو بنزين أو كول، اي اجابتين تحب اللي انت تكتبه. انا هنا هكتب natural gas وكول. عاوز تكتب بنزين برضو صح، عاوز تكتب oil برضو صح. يلا بينا. Number 5. When you ride a bicycle لما تركب العجلة، the point energy stored in your body الطاقة اللي متخزنة في جسمك converted يعني change يعني بتتحول لأنهي energy اللي بتخلي البايسكل موف اللي بتخلي العجلة تتحرك. يبقى لما انت بتركب العجلة الكيميكال energy اللي متخزنة جواك، مش انت بتاكل وبتخزن جواك طاقة كيميائية، بتتحول لطاقة حركية kinetic energy that cause bicycle move بتخلي العجلة تتحرك. يلا بينا السؤال اللي بعده. أول صورة لمارس هوفر كيريستي، والصورة التانية العربية بتشتغل بريموت كنترول. مديني أسئلة صح وغلط هنقراها مع بعض. Number 1. The movement of two cars can be controlled from distance by using remote control. بقدر أحرك الجهازين دول عن طريق الريموت. صح جدا. أوكي هعمل هنا صح. Number 2. Car number 2 يقصد بيها الريموت كار دي use sunlight to move. لا طبعا، انا عشان احرك عربيه لعبه كده بالريموت لازم احط لها باتري، يبقى الجمله بتاعتي wrong. Number 3. The two cars can convert chemical energy stored in their battery into electric energy. الاثنين دول بيحولوا الطاقه الكيميائيه اللي متخزنه في البطاريات
كهربا، والكهربا دي بتبدأ تحرك الجهازين. طبعا الجملة بتاعتي صح، لأن هما بيستخدموا البطاريات اللي بتبقى موجودة جواه. اوكي صح. Number four, we can use electric cable to recharge the battery that is placed in car number one. لما هنا البطاريات بتخلص بستخدم الكابل عشان اشحنها. لا طبعا، دي بيبقى جواها خلايا شمسية بتستخدم السولار انرجي، الطاقة اللي بياخدها من الشمس، عشان يقدر يعمل ريتشارج للباتري اللي جواه. يبقى الجملة بتاعتي هنا غلط، because it uses solar energy. What happened؟ ماذا يحدث؟ The airbags in car don't inflate during a crash. مش احنا اتفقنا ان في كده وسادة هوائية اول ما يحصل الحادثة بتتفتح كده عشان تحمي الراكب ان هو يتصاب؟ طيب هنا بيقول لك لو الوسادة الهوائية دي ما اتفتحتش، don't inflate، ما تنفختش لما يحصل حادثة حلوة حادثة دي. اوكي، ايه اللي هيحصل لو الوسادة دي ما حصلهاش inflate؟ ايه اللي هيحصل؟ الدرايفر او السواق هيحصل له اصابات. يبقى هكتب هنا ايه؟ الطاقة بتاعت التصادم هتأذي السواق. هكتب energy of collision harm driver، بتأذي السواق اللي كان راكب العربية. شكرا جدا ليكم، لايك للفيديو، اشوفكم على ألف خير. الفيديو الجاي نحل مع بعض model number 3. السلام عليكم ورحمة الله.